أتعلمون ماذا قال ربي عن القرآن؟ انظروا وتأملوا ماذا يقول القرآن عن القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. انظروا وتأملوا ماذا يقول القرآن عن القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انظروا وتأملوا ماذا يقول القرآن عن القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أومن كان ميتا فأحييناه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. باختصار يقول الشاعر: حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. أجمل حياة الحياة مع الله،